اطلع محافظ محافظة حضرموت مبعوث مبارك بن ماضي بالمكلا على جهود مرجعية قبائل حضرموت في إقامة صلح عام لقبائل المحافظة تنبذ فيه أعمال التقطع والتهريب والإرهاب والأعمال المخلة بالأمن والاستقرار ونبذ الخارجين عن القانون وعدم إيوائهم. واستمع المحافظ خلال لقائه الأربعاء بالمكلا الأمين العام المساعد لمرجعية الشيخ سلطان التميمي وعضو المرجعية فرج بن طالب إلى الترتيبات لإقامة الصلح ومسودته، وبارك المحافظ أي خطوات من شأنها المساهمة في دعم تثبيت الأمن والاستقرار وحفظ الدماء انطلاقا من وعي أبناء حضرموت بمختلف شرائحهم وتمسكهم، وأكد دعم السلطة المحلية لأي توجيهات من شأنها الحفاظ على سكينة المواطنين.